السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يوما ستتخذ الكثير من القرارات التي لا رجعة فيها. ستتخلى أولا عن أولئك الذين اعتادوا السيطرة على حياتك وتعمدوا هز ثقتك بنفسك مهما كانت صلة الدم التي تربطك بهم. ستتخلى عن اللحاق بكل شيء لم تكن تحبه يوما، باحثا عن هويتك في إرضاء الآخرين. ستتخلى عن مكانك في صدارة الكثير من النقاشات التي كانت تنتهي بندب في روحك. وستتخلى عن كثير من الأسماء في قائمة الأصدقاء في هاتفك، وستكتفي بأقل القليل منهم. ستتخلى عن كثير من ملامح الغضب وتصبح قادرا على السيطرة على صوتك العالي، وستكتفي بابتسامتك كحق للرد في كثير من المواقف. ستصبح أقرب إلى نفسك أكثر من أي وقت مضى. ستتخلى عن كثير من أحلامك وسوف تستبدلها بتقبل الواقع حولك. ستبدأ رحلة البحث عمن يحتاجونك في هذا الكون، وستشعر بسعادة لم يسبق لك شعور بها كلما كنت أنت سبب التغيير في حياتهم للأفضل. ستصبح آلام الآخرين ذات معنى، وستتألم لألمهم، وستصبح قادرا على ملامسة الألم الذي يخفيه البعض. ستدرك أنك كنت تستطيع أن تكون أفضل مما أنت عليه اليوم لو لم تستسلم لكلمات من تعمدوا إخافتك من التقدم والمحاولة والفشل. ستختار أن تكون كما أنت وليس كما يريدون منك أن تكون. يوما ما ستدرك أنه لم يعد هناك ما تخسره بعد رحيل بعض البشر، وسيقتلك ألم رحيلهم، ولكنك في لحظة ما ستنسلخ عن شرنقة كانت تحتجز روحك فتحلق بهذا الكون بحثا عنك وبحثا عن رضا الله في النهاية.